à se mettre vraiment à l'esprit pour pouvoir communiquer dessus, parce que les gens en général, quand ils entendent parler de Injora, c'est que c'est un parc qui est vraiment bien situé. Voilà, donc pour le parc, la totalité du parc, il s'étale sur un terrain de 200 hectares qu'on a subdivisé en plusieurs tranches. Alors la première, d'abord la majorité d'entre vous sont déjà installés, et la tranche de 30 hectares qui a été réalisée historiquement entre 2006 et 2010. السلام عليكم، عثمان عمار، انا مدير شركه المجال الصناعي عين جهره. الشركه اللي كتكلف بتسيير وتطوير المجال الصناعي لعين جهره. اليوم عيطنا للصناعيين اللي عندنا في المنطقه باش يحضروا معنا لهذا اليوم التحسيسي، اللي الغرض منه هو تقديم التطورات اللي ملحوظه دابا في البارك في المجال الصناعي، وكذا نعطيهم نبذه على ما سوف نقوم به في المستقبل ان شاء الله. وبهذا الصدد عاوتاني اليوم غادي نطلبوا من الصناعيين انهم يكونوا جمعيه ديال الصناعيين ديال المنطقه للنهوض بالمنطقه وبالبنيه التحتيه ديالها، باش تكون المنطقة الصناعية يعني في الجودة المطلوبة من طرف جميع الصناعيين، وغادي تكون كيفية زعما ولا واحد الطريقة غير مباشرة لتسويق هاد المنطقة، وباش نقدروا نجذبوا يعني دي زانفيستيسور ولا صناعيين كبار من حجم كبير، ولما لا صناعيين دوليين مثل شركه ديال صفرون اللي عندنا ديجا او اندومي اكسترا. دابا الشركات اللي ناشطين اللي خدامين كاينين 10 ديال الوحدات الصناعيه يعني في هاد 30 قطار الاولانيه اللي مصاوبه، واللي في طور الانجاز كاين 17 مشروع اللي في طور الانجاز يعني حاليا في 30 هكتار. ودابا في المراحل ولا الاشطر اللي داروا كاين شطر ديال 10 ديال القطارات، حتى هو تباع تقريبا كله، باقي فيه واحد جوج ديال القطاع ارضيه، وكاين 10 ديال القطارات حتى هي يلاه سالت في الانجاز، غادي نبداو في المرحله ديال الكلاطمون دي تيتر باش نقدروا نسلموها للصناعيين، يعني غتبدا في شهر واحد ان شاء الله 2022 غنبداو البيع ديالها. وزيادة على ذلك كاينين اشطر اخرى اللي يعني مولين من طرف وكالات تحدي الالفيه، يعني ام سي ا موروكو اللي هو واحد لو فون امريكا، اللي الغرض منه هو تطوير البنيات التحتيه في المغرب. والشركه ديالنا او البارك ديالنا حظى بالدعم ديال هاد الوكاله بما يقدر بتقريبا 57 مليون ديال الدرهم لانجاز 38 هكتار من 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 الارض من من يعني من من لوتيسمون، وبناء جوج ديال البنايات منشات كبار اللي الغرض منهم واحد هو يكون واحد ان باتيمون اندستريال اللي غيكون معروض للكراء من اجل الصناعيين اللي عندهم مشاريع صغرى او متوسطه اللي يقدروا يبداو في الصناعه ديالهم مباشره، يعني ان باتيمون بخي ا لومبلوا. وايضا غادي نبنيو ان شاء الله واحد يعني ان باتيمون داكوي ان باتيمون دو سيرفيس اللي هو منجزه يعني ولا منشاه اللي الغرض منها هو توفير دي مساحات دي بلاطو بيرو للشركات اللي كتكون مثلا في طور الانجاز ديال المشاريع ديالها، وخصها سورتو لي ملتي ناسيونال اللي كيخصهم
un bureau pour le suivi des chantiers des hommes, etc. Ou là, les charikats qui déroulent les khadamat, les charikats متخصصة في l'informatique, la digitalisation, les services de comptabilité, services juridiques, le conseil, etc. Donc, c'est le garad de le bâtiment. Zaid, des locaux en rez-de-chaussée, les destinés pour qu'on ferme des banques ou la barrière ou la guerre. Ou c'est le bâtiment, c'est le château de 28 hectares, les qui est dans la troisième tranche. Ou c'est le château de normalement, مصاوب على اساس غادي يكون في داخل منطقه تسريع صناعي او ما كان يسمى بالمنطقه الحره. دابا اللي في طور الاعداد وكنحاولوا نشوفوا مع الناس مع اللي عندهم القرار انهم يعطيونا هذا الستاتيو هذا.